جاني سؤال من أحد الإخوة بيسأل بإخلاص، بيقول إن هو بيحب الصلاة لكنه أحيانا لما بيقف يصلي أو بيبقى قاعد في الكنيسة بيصلي بيشرد ذهنه وبيتشتت، فبيسأل بيقول إيه الأسباب، إيه العلاج، يعني أقدر أغلب الحكاية دي إزاي؟ وزي ما هو بسأل كده ببساطة وبحب للصلاة وبإخلاص، احنا برضو بنجاوبه ببساطة شديدة جدا ونقول له إن الإنسان بيسرح في الصلاة قد يكون نوع من حرب من الشيطان. يعني الشيطان لما يشوف الواحد بيعمل حاجة كويسة ويصلي يحب إن هو يجي يشغله ويشتته، يعني ما يخلوش يركز في الصلاة، ودي ما تبقاش سبب من داخل الإنسان نفسه ملوش ذنب فيها يعني. والحكاية دي بتحتاج إن الإنسان يبقى ثابت ويصر على الاستمرار في الصلاة، وإذا تشتت أو يعني سرح ممكن يرجع يعيد الجزء اللي هو سرح فيه تاني كنوع من التركيز أكتر عشان تبقى الصلاة بفهم وبتركيز وباستفادة. الحروب بقى اللي بتبقى جاية من داخل الإنسان نفسه، إن الإنسان ممكن يبتدي يصلي وهو عقله مشغول بحاجات كتيرة، يعني شغل نفسه بحاجات كتيرة في حياته في مسؤولياته، والحكاية دي عايزة إن الإنسان قبل ما يقف يصلي يبتدي يمهد للصلاة. يعني مثلا يقول بيت من ترنيمة جميلة بيحبها فيها موسيقى حلوة، أو يقول مثلا يقرأ جزء آيتين كده من الكتاب المقدس فيجمع فكره وتركيزه ويخرج من الانشغالات اللي واخداه ويبتدي يهتم إن هو يصلي، فيدرب نفسه على الصلاة بهدوء بدون توتر وبدون تشتيت. وده المطلوب، ان الانسان اثناء الصلاه ينسى كل ما مر به في هذا اليوم وفي كل وحتى امنياته حتى احلامه، ولو سرح في حاجه هو عايز يعملها او حاجه بيتمناها او كده، الافضل ان هو يصلي من اجلها، يطلب من ربنا. فيعني يجي ذهنه يشت يشغله بحاجه يقول له طب انا هصلي عشان ربنا يبارك في الحكايه دي ويكملها. فلازم يكون لنا اهتمام في الصلاة وبعمق، وتبقى الصلاة بحرارة وبتركيز وبفهم وبروح التضرع.